برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نروح لسكايب من إسبانيا، وهو طبعا المدرب المصري السابق لفريق الشباب بنادي أتلتيكو مدريد، كابتن خالد غنيم. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. اهلا بيك، اهلا بيك يا مدام ساره، واهلا بكل المشاهدين. اهلا بحضرتك، وخليني في البدايه قبل ما اتكلم معاك كتير اكيد عن الدوري الاسباني وعن اتلتيكو مدريد والحقيقه الاداء الكبير اللي بيقدمه في الموسم ده من الدوري، خليني اسالك انه ازاي جه تدريب حضرتك لفريق الشباب باتلتيكو مدريد، لانه بالنسبه لكتير من المصريين يعني شيء مشرف، وفي نفس الوقت ما كانش معروف قوي ان في مدرب مصري بيدرب فريق الشباب باتلتيكو مدريد الاسباني. هو انا هنا تقريبا قبل ما ادرب اتلتيكو مدريد كنت بدرب في اكثر من فريق هنا في اسبانيا. بدايه الشغل اللي كنت بشتغل في بهارات قليله في انديه صغيره زي ما بيقولوا اللي هي موجوده في منطقه جنوب مدريد. بعد كده جه بالصدفه زي ما انا بحب بقول ان انا اكون معايا في دراسه الكورسات او اللايسنس هنا في اسبانيا، كان معايا واحد من اللي شغالين في اتلتيكو مدريد ده في الشغل بتاعي، والحمد لله رب كان في كلام كويس من الناس عليا في الفترة دي في المكان اللي انا كنت شغال فيه، فطلب مني السي في عشان يقدمه في اتلتيكو مدريد. بعد كده عملت مقابلة واثنين وثلاثة، عرض عليا ان انا اشتغل في مراحل الناشئين والشباب، اشتغلت معاهم في فترة، وبعد كده طلبت منه ان انا اشتغل زي مساعد او موجود معاهم في الفريق الرابيض. كان في فرصة إن أنا أشتغل معاهم في فريق الرابيض بتاع أتلتيكو مدريد، وفي نفس الوقت أبقى شغال معاهم في فريق الشباب، أو أنا ماسك فريق الشباب وشغال في النادي بالشكل دوت. في خلال الفترة ديت الحمد لله عملنا شغل كويس، سواء في فريق الشباب أو في الرابيض، مع كان في ظروف مختلفة شوية، يمكن كان بداية التغيير وكان في تغييرات كتير في ذلك، 3 مدربين اتغيروا في الموسم دوت، فهي دي اللي أثرت شوية على نتائج الفريق اللي هو بالنسبة لده فريق رهيب في الوقت دوت اللي هو فريق أتلتيكو مدريد. فهي ديت اللي كانت دي كانت بداية في أتلتيكو مدريد، أو هو ده السبب إن أنا دخلت أتلتيكو مدريد. دايما كنت بقول إن هي جت صدفة مش عن طريق إن أنا كنت بسعى ليها، لأن بالنسبة لي إن أنا كنت أشتغل سواء في أتلتيكو مدريد أو في الأندية الكبيرة في الدوري الممتاز بالنسبة لي كان صعب في البداية، لأن أنا أول حاجة مغترب، مش أسباني، عامل اللغة، عامل الفكر نفسه والثقافة القروية، إن هم الأسبان شوية شايفين إن هم المدرسة الأعلى قرويًا، فصعب إن هم يتقبلوا أي حد يجي يشتغل عندهم من مدارس مختلفة يعني إلا مش شايفين المدارس ان مثلًا. المدرسة الإنجليزية أعلى كروية. لا لا، هم شايفين، ممكن يكونوا شايفين الدوري الانجليزي حاليا هو الدوري الاقوى في العالم، وهم اعترفوا بكده فعلا في الفتره الاخيره لان في اهتزاز شويه في الدوري الاسباني، لكن عن مضض زي ما بيقولوا، او هم مش مقتنعين بفكره ان هي الكره الانجليزيه اقوى، هم شايفين ان الدوري الانجليزي اقوى عشان مجتمع فيه الناحيه الماديه والناحيه الفنيه اللي هي عن طريق المدربين اللي هم حاولوا ان هم يجمعوا احسن مدربين موجودين في العالم موجودين فعلا في الدوري الانجليزي حاليا، أكيد. وهم دول هو ده الاعتراف اللي اعترفوا بيه. طب كابتن فطبعا خالد، مين أبرز اللعيبة اللي حضرتك يعني قمت بتدريبها أو اتعاملت معاها، أو أبرز المدربين اللي اتعاملت معاهم أو اشتغلت معاهم وقت تدريبك لأتلتيكو مدريد؟ هتلاقيكم قد كان في موجود في الفريق في الوقت دوت الاخوان لوكاس هرنانديز، لوكاس وثيو اللي هو بيلعب في اي سي ميلان، ولوكاس بيلعب في بايرن ميونخ، الاثنين كانوا موجودين بين الفريق الاول وفي الفريق الثاني، وفي توماس بارتي كان موجود في الفريق الاول وموجود في الفريق الثاني برضه. دول كانوا ابرز ال3 لاعبين، يمكن هم دول المعروفين بالنسبه للجمهور في مصر، هم دول اللي كانوا موجودين في الوقت دوت. بالنسبه للمدربين يمكن انا كنت مش محظوظ شويه في المدربين اللي اتعاملت معاهم، ما كانوش بيقعدوا لفترات طويله، كان في مشاكل في اصابات ومشاكل لعيبه كانوا دايما بيضربوا في الفريق الاول، وحصل التغيير بسرعه في بدايه الموسم، وقبل بدايه الموسم على طول جه المدرب اللي انا جيت معاه، وبعد كده جه 2 مدربين بعد كده ما خدوش كورساتهم بشكل كامل للامانه، فما اقدرش اقول ان انا يعني اتعاملت مع مدرب من الاسماء الكبيره، لكن استفدت منهم. و ما انا دايما بقول حتى لو التجربه ما كانتش ناجحه انا ببقى بستفاد منها بشكل ايجابي، ان انا بتعلم من الاخطاء.
طب حتى لكن في بعد نفس الوقت، اتفضل، لا اتفضل. كنت بقول لك انه بعد التجربه دي يعني حاسس انك ممكن تكون عايز تدرب بعد كده مثلا في الدوري المصري، ولا ده ما جاش في بالك ابدا؟ فكرة التدريب في أي حتة في العالم، في أي مكان في العالم موجودة بالنسبة لي أنا. أنا بالنسبة لي كرة القدم هي كرة القدم، سواء في مصر أو خارج مصر، سواء في أسبانيا أو خارج أسبانيا. أنا بالنسبة لي بقيم مشروع رياضي، بيتعرض عليا التدريب في المكان، بحاول إن أنا أقيم الفكرة نفسها، بقيم المكان نفسه، وأقيم العرض نفسه رياضيا. لو أنا شايف فيه أسس نجاح وفيه إمكانية النجاح في المكان ده، سواء عن طريق إن أنا أطبق أفكاري هناك، أو إن أنا أعمل أدابتيشن أو أعمل تكيف لأفكاري في المكان ونقدر ننجح، أوكي. لو في الأساسيات أنا ما عنديش مشكلة. المكان نفسه، المكان نفسه بالنسبة لي مش هو اللي بدور عليه. أنا بدور على دايماً على مكان أقدر أطبق فيه اللي شغلي، وأقدر أشتغل ويكون في استقرار وفي نجاح. هو ده اللي أنا بدور فيه، غير كده هتبقى صعبة. ايه زائد ممكن ان يكون مختلف شفته في الدوري الاسباني من خلال خبرتك وقت تدريب فريق الشباب لاتلتيكو مدريد؟ ايه مختلف في الدوري الاسباني مش موجود مثلا في الدوري المصري، طرق في التدريب او غيره؟ الحقيقة ما اقدرش اقارن بين التدريب في مصر والتدريب في اسبانيا، تبقى صعبة شوية. هنا بيبقى في منهجية النادي احنا بنشتغل بيها. المدرب بيجي بيحاول يعمل تكييف او تعديل في منهجيته على حسب منهجية النادي، وبيشتغل بمنهجية النادي، ما بيشتغلش بمنهجيته الخاصة لوحده. منهجيته الخاصة بتبقى تعديلات من خلال الشغل بتاعه التكتيكي جوه الملعب، لكن احنا بيبقى في تحت المظله اللي هي اسمها منهجيه النادي، وفي مدير رياضي اللي موجود، اللي هو اللي حافظ المنهجيه كلها. سواء انت بتشتغل في الفريق الاول او في الفريق الثاني او في قطاع الناشئين، كله بيشتغل بنفس الفكر وبنفس المنهجيه، نفس اسلوب التدريب اللي بيشتغل بيه فوق بيشتغل بيه تحت. فكل دوت ما فيش في مصر لغايه دلوقتي من اللي انا اعرفه نادي بيقدر يشتغل بالشكل دوت. دايما التركيز بيبقى على الفريق الاول. قطاع الناشئين بيبقى للاسف بيبقى منعزل مختلف في الفكر اللي بيتطبق فيه. فهي دي المشكله، ان ما فيش انديه في مصر عندها استمراريه في قطاع الناشئين فيما فوق. الفكر بيبقى فكر مختلف، فكر بيبقى انديفيدوال شويه، بيبقى فكر مدرب اكتر منه من فكر نادي. رغم ان احنا في مصر دايما يجي يقول لك ايه، النادي الاهلي مثلا اسلوبه كذا، لكن في النهايه لو شفت الناشئين النادي الاهلي واللعب بتاع الناشئين النادي الاهلي، مش هتلاقي 5 6 فرق بيلعبوا بنفس الاسلوب زي موجود في الفريق الاول. لما بتغير اسلوب الفريق الاول بيختلف عن اللي موجود تحت، فده اللي بيخلي شويه بقى الفكر خليني نفسه اقول لك مش يا تحت كابتن خالد مظله. انه في فعلا اجتماعات كانت كتير في الفتره الاخيره بين المسؤولين في الناشئين وفي النادي الاهلي طبعا والفريق الاول، علشان توحيد طريقه اللعب، عشان اي وقت مدرب النادي الاهلي يحتاج حد من الناشئين او من الشباب يكون في يعني سهوله في اللعب، في تناغم بين الفريق الاول والشباب. وده طبعا يعني مفهوم جدا انه قد ايه دي حاجه مهمه، والحقيقه انه النادي الاهلي بيطبقها بشكل كبير، ونتمنى كتير من الانديه طبعا تطبق ده. خليني بقى اتكلم معاك شويه في الدوري الاسباني واسالك، شايف ازاي تالق سواريز بقى في هجوم اتلتيكو مدريد، انه في فتره قليله بقى يعني نجم الفريق الاول بعد ما استغنى عنه كومن في برشلونه، وقال انه محتاج زي هداف او مهاجم قوي للفريق، ولكن سواريز الحقيقه بيثبت نفسه بشكل كبير قوي، وتقريبا بيثبت كل يوم ان برشلونه كان غلطان لما فرط فيه. عايز اعرف رايك. وطبعا ما نقدرش نقول كومان كان غلطان، ما نقدرش نقول ان كومان ما كانش عنده السبب بتاعه. كومان كان لما جه كان عاوز ينزل اعمار الفريق، كان شايف ان سواريز ممكن يكون الاصابات هتاثر عليه في خلال فتره التدريب او فتره قيادته للفريق نفسه، فحاول ان هو يقلل الاعمار وفي نفس الوقت يلاقي بديل لسواريز يكون موجود وهو يدي نفس اسلوب سواريز. فده مش غلط، ده كان فكره نحترمه. الناحية الثانية في الوقت دوت كان تشيلو سيميوني وكان عنده مشكلة ان هو كان بيدور على حد هداف، حد عنده نفس الدي ان اللي موجود في اتلتيكو مدريد، اللي هو يكون لاعب عنده امكانيات ان هو يقاتل في الملعب عشان الفريق، عنده الفكر ان هو الناحية البدنية والتعامل
الفريق قبل اي حاجه، وده اللي كان موجود في لويس سواريز. لويس سواريز لو شفناه في برشلونه زي ما شفناه في ليفربول، زي ما شفناه في اياكس، زي ما نشوفه مع منتخب اوروغواي، نفس الفكر، نفس الاسلوب، نفس الروح العاليه اللي هو بيديها في الملعب. لعيب عنده الحته ديت موجوده من البدايه، فكان ان هو يتاقلم مع اسلوب تشيلو سيميوني، او ان هو يتعامل مع لعيبه اتلتيكو مدريد ويبقى موجود في وسطهم بسرعه، ده كان شيء طبيعي. زائد ان هو عامل اللغه بيساعده لان هو بيتكلم اللغه، عامل الثقافه الكرويه ان هو كان موجود في الدوري الاسباني، بالنسبه له التاقلم كان سريع. بالتعامل بتاعه في ليفربول وخبراته في الدوري الانجليزي قريبه شويه في ناحيه المنهجيه او الفكره او اسلوب لعب سيميوني في التعامل. المدرسه اللاتينيه عنده اوريدي من ان هو جاي من دول امريكا اللاتينيه، فده طبيعي ان هو كان يتالق، زي ان هو لعيب قاتل، لعيب زي ما بيقولوا كيلر، لعيب قدام المرمى قليل لما بيضيع، لعيب عنده حته القتاليه مع النفس، دي حاجه بالنسبه له هو في منافسه بينه وبين نفسه، ما بيدورش دايما على المنافس اللي جنبه او اللعيب اللي جنبه، دايما بيعتمد على منافسه مع نفسه، وده بيساعده كتير قوي ان هو يوصل للمكان اللي هو بيوصل فيها. عكس لعيبه كتير قوي من امريكا اللاتينيه بعد فتره ان هو بيتالق وبالاغاني وبيبقى معاه فلوس، ممكن بتضيع منه فكره اللي هو الروح العاليه وبيضيع في فكره الاحتراف. لويس سواريز راجل عنده حياته احترافيه، رغم الاصابات اللي بتجيله، رغم اللي هو المشاكل العضليه اللي عنده في الركبه، الا ان هو بيقاتل وبيلعب. يمكن بتشوفه كتير في الماتشات بيوصل لده 70 او 80 بتلاقيه بيقعد، وفي نفس الوقت لغايه اخر ثانيه بيقاتل في الملعب، وهو ده اللي بيحبه سيميوني، هو ده اللي بيدور عليه. أكيد زائد ان هو بيضحي بنفسه كتير قوي عشان الفريق، ما عندوش مشكله ان هو يعمل باص ويعمل ويساعد الفريق زي ما هو عنده استعداد ان هو يهدف. فهو دوت اللي مخليه موجود ويخليه زي قائد موجود في اتلتيكو مدريد، رغم ان هو لسه جديد، لكن اللعيبه بتحترمه، واللعيبه بتحاول ان هي تبقى تديله زي ما بيقولوا البرستيج بتاعه كهداف وكنجم، وفي نفس الوقت هو شايف نفسه ان هو مستريح نفسيا، حاسس ان هو بياخد وضعه في الفريق. فهو ده اللي مخلي لويس سواريز كل يوم او أكيد. كل ماتش عن التاني بيدي اكتر من الاول. بشكرك جدا كابتن خالد غنام، المدرب المصري السابق لنادي أو فريق الشباب بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني. خلوني أفكر حضراتكم تقدروا توجهوا كل أسئلتكم لعفروتو اللي هيكون بعد الفاصل مع أحمد سمير، كل الأسئلة اللي أنتوا عايزينها، وإن شاء الله هيكون عفروتو هيجاوب على كل الأسئلة دي، مش كلها طبعا يعني، بس تقدروا توجهوها على صفحاتنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تويتر. بعد الفاصل عفروتو هينورنا في السادسة.